بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حابب أتكلم عن موضوع مهم، ألا وهو التحليل الإنشائي الزلزالي للمنشآت الخرسانية المسلحة. الكود المصري وغيره من الأكواد قال لك إنك لما تيجي تعمل تحليل إنشائي للمباني على أحد برامج التحليل الإنشائي، قبل ما تعمل التحليل الزلزالي لما تيجي تعمل الموديل لازم تاخذ في اعتبارك ان القطاعات بتاعتك اصلا كراكت مش انكراكت. وقال لك ان في قيم ثابته كده مثلا للاعمده والحوائط والكمرات والبلاطات وهكذا، انك بتخفض عزم القصور الذاتي لكل القطاعات ديت عشان تاخذ في اعتبارك ان هي اوريدي حصل لها كراكنج يعني. طيب حد ممكن يسال ايه هي فكره ان ناخد قطاعات كراكت؟ يعني ما انا ممكن القطاع بتاع يبقى انكراكت اساسا يعني. في الحقيقة الكود المصري وغيره من الأكواد ما بيصممش على زلزال واحد اللي هو هيجي مرة في عمر المنشأ أو ممكن ما يجيش، وبالتالي ممكن يبقى أنت قطعت عندك جروس. لا، هو يعني هنيجي مثلا نبص هنا، هنا قال لك مثلا إن أنت بتصمم على حالتين اللي هي النو كولابس والدامج ليميتيشن. إن أنت عندك في زلزال هيحصل بقيمة تجاوزات تعدى 10% خلال 50 سنة، ودي متاخده تيبيكال من الكود الاوروبي. ده الزلزال بقى اللي احنا بنحط بقى فيه عليه بقى ار فاكتور، وان بيبقى يحصل بقى بلاستيك ديفورميشن وبلاستيك هينجينج، وبيحصل دامج. بس انا مش عاوز المنشا بتاعي يعني بتاعي يقع. لكن في زلازل فريكوينت اكتر بتحصل بشكل اكبر خلال عمر المنشا، ممكن يحصل منهم 2 3 مثلا 4 خلال عمر المنشا، وهي الزلازل اللي هي تقع تحت الدامج ليميتيشن. يعني انت عاوز بس ان انا ما يحصليش دامج كبير، ودي زلازل بتحصل مثلا بنسبة تجاوز اقل من 10% كل 10 سنوات. وبالتالي المنشأ بتاعك ممكن قبل ما يحصل له اللي هو الماكسيمم كونسيدرد ايرثكويك دوت اللي هو بيقع تحت الكاتيجوري دوت، يكون تعرض اوريدي اصلا لاكثر من زلزال وحصل فيه بعض الكراكينج. زائد اصلا ان المنشأ تحت تأثير احمال جرافيتي لودز والويند لودز بيحصل له كراكنج، فانت ما ينفعش تهمل ده. دي اول نقطه حابب اتكلم فيها. فكده وضحنا ليه انا اصلا باخد يعني بحط الكراك مومنت اوف انيرشيا مش باخد الجروس. النقطه الثانيه اللي انا حابب اتكلم فيها هو، طب هو ايه اللي ممكن يحصل لو انا ما خدتش الكراك مومنت اوف انيرشيا ديت؟ مثلا حد ممكن يقول مثلا خلاص ما هو الكود كده كده بقى عنده الار فاكتور، فالار فاكتور ده بياخد تاثيره في بياخد في اعتباره يعني ان يحصل كراكنج وبلاستيك ديفورميشن وبلاستيك هينجنج وبتاع. طب انا ممكن اكتفي بذلك مثلا، او ان انا ازود ار فاكتور شويه وخلاص. او هو ليه اصلا الكود مثلا ما ضمش الكراكنج مومنت او الكراك مومنت اوف انيرشيا مثلا ديت على الار فاكتور وخلاص وكبره شويه يعني؟ الحقيقه ان هما ليهم فلسفتين مختلفتين انا هشرحها بمثال على الساب. فده مثلا فريم صغير جدا مش عليه اي احمال الا بس الاون ويت، كاميرات خرسانه واعمده خرسانه. انا مش هعمل له هنا اي موديفايرز خالص وهعمل ران، عاوز اشوف بس الفاندمنتال بيريود بتاعته. فهنا هيطلع لي الفيرست مود اللي هو الفاندمنتال مود 0.479 سكند. لو انت بتشتغل بطريقه سيمبليفاي بتاخد البيريود ديت وتقوم داخل على الكود المصري تطلع السبكترال اكسلريشن من الريسبونس سبكترم بتاعك، ومنها تحسب البيس شير. طيب لو انا بقى ما خدتش الكراك مومنت اوف انيرشيا في اعتبار، ايه اللي هيحصل؟ خلينا بقى ايه، انا هنا ما خدتوش فطلع لي البيريود بالرقم ده. خليني بقى انا ايه افك الرن كده واعمل احط بقى الموديفايرز للاعمده 0.7 تمام. نعمل بقى الران تاني. طلع كام؟ البريود بقى 0.573. يعني بدل ما اطلع البيس شير مثلا بسبكترال اكسلريشن
صغيرة مثلا وليكن هنا، طلع بيس، طلع سبكترال اكسلريشن قليلة فطلع بيس شير قليل، لا انا كده زودت على نفس البيس شير. وبالتالي انا هنا حتى الان ما استخدمتش الار فاكتور خالص، يعني انا ممكن بعد ما اطلع البيس شير بقى اقسم بقى على الار فاكتور ولا ادخله حتى في الريسبونس سبيكترم ايا كان. لكن ده يعني الكراك مود في الانرشيا دي اصلا بيتحدد، انت بتعمل موديل اناليسيس بناء على الستيفنس دي، ملهاش اي علاقه بالار دلوقتي. لو انت ما عملتش الكراكنج ده في اعتبارك هيطلع لك اصلا يعني ليس له اي معنى انك تعمل موديل اناليسيس بستيفنس غلط اساسا، لان المود شيبس بتاعت المبنى بتبقى مبنيه على الماس والستيفنس، انت مدخل الستيفنس غلط فاذا المود شيبس كلها غلط. حد ممكن يقول لي طيب اوكي، طيب احنا لو احنا عملنا خدنا بيريود اقل اللي هي جايه من الجروس او الالاستيك سيكشن يعني اللي هو من غير اي كراكس خالص، هطلع بيس شير اعلى، فاذا انا كده في السيف سايد. اقول لك لا، انت بعد كده بتاخد الفورسز ديت وتبتدي توزعها على كل دور في المنشأ. يعني خلينا نشوف مثلا هنا تكون صورة توضح الموضوع ده. تاخد الفورسز ديت انت عشان توزعها بالشكل ده. التوزيع ده بقى بالبرنامج بيوزع، بيبقى ليه علاقة بالريلاتيف ستيفنس. وانت شايف هنا ان الستيفنس اللي عند الريدكشن في الأعمدة غير الكمرات غير الشير وولز، وبالتالي انت عندك الموضوع الريلاتيف ستيفنس بتختلف. فاذا لو انت حتى جبت بيس شير هو سيف كتوتال بيس شير يعني هو سيف، فممكن يكون التوزيع بتاعك اصلا مش في اتجاه زيادة الامان يعني. زائد برضو ده مثلا برضو جراف بيوضح لك يعني لو انت خدت انكراكت سيكشن بيبقى عندك انت اللينير كيرف دوت كده، ده اللي هو الالاستيك لينير اللي هو الانكراكت سيكشن، او لو انت خدت بقى الكراك بيبقى الكيرف الستيفنس بتاعته بتقل شويه. فانت لما تيجي مثلا تقسم على ار، لو انت ما خدتش الكراكنج معاك هتنزل من البيس شير دوت اللي هو الالاستيك اللي هو يعني اللي هو البلاستيك اللي هو مقسوم على ار يعني. لكن لو انت بقى خدت تاثير الكراكنج في اعتبارك بشكل صحيح، طيب عندك البيس شير بدل ما ينزل من هنا لهنا، لا ده هينزل بقى من هنا لهنا. فانت كده ايه الفرق ده كده، انت ما يعني انت خدته زياده وهو اصلا مش حقيقي. بس ده برضو مش في زياده الامان زي ما احنا قلنا، لان الديستريبيوشن ممكن يطلع غلط في الاخر. زائد برضو ان انت عندك الديفورميشن نفسها تطلع غلط، يعني تيجي تحسب بقى انت الدريفت هتطلع دريفت اقل من الحقيقي من المنظر ده كده. لو انت خد عند اي مكان كده خط افقي هتلاقي الدريفت مش حقيقي. بالمناسبة البيبر ديت ممكن أي حد فيكم يحملها، كويسة جدا وصغيرة. والكتاب ده برضو كويس جدا، مش بيتكلم في المغالطات الموجودة في السايزميك أناليسيس، والشابتر رقم 2 هو اللي بيتكلم على الموضوع دوت، يعني إن أنت تاخد تأثير الكراكنج في حساب الستيفنس ولا لأ يعني. طيب اخر بقى نقطة حابب اتكلم عليها، انه طيب هل القيم دي مظبوطة يعني خلاص احنا كده بقينا بنعمل حاجة في منتهى الدقة ولا لا؟ الحقيقة لا، لان مثلا في الاعمدة مثلا دخلت 0.7 الاي جروس، هل عمود فيه 5% او 6% تسليح نقدر نقول ان الستيفنس بتاعته هو كراكت زي عمود فيه 1% تسليح؟ طبعا ده غلط، وهتلاقيه برضو بيتكلم عليه في الكتاب دوت وبيتكلم عليه في البيبر ديت يعني. دي اول ملحوظه. الملحوظه رقم 2، طب انا اول ملحوظه كده نلخصها ان احنا ان القيم دي لا تاخذ تاثير التسليح او الفليكشرال رينفورسمنت في الاعتبار. الملحوظه رقم 2 ان هو بيثبتها على يعني خلال في اثناء الزلزال هي القيم دي ثابته، مع ان لا مثلا في عناصر هيحصل لها كراكنج قوي في عصر يحصل لها كراكنج اقل، فحتى برضو التغير ريلاتيفلي برضو هيختلف اثناء الزلزال. فادق حاجه بقى ان انت تعمل بقى ستيب باي ستيب، كل ما تعمل ستيب في التحميل او كل ما تعمل مثلا وان سايكل تعمل ابديت للستيفنس ديت. وهنا برضو هو هنا في الكتاب ده هنا عمل بروبوزل لطريقه، وهنا برضو هو بيناقش البروبوزل بتاعه دوت ممكن باكزامبل كمان. يبقى احنا كده ايه ردينا على يعني ردينا على ثلاث نقط. النقطه الاولانيه احنا ليه بنستخدم الريدكشنز ديت، ونقطه رقم 2 ليه احنا الريدكشنز ديت ما جمعناهاش مثلا ما خدناهاش في اعتبارنا في الار بس وخلاص، وقلنا ان ده عشان خاطر
الموديل اناليسيس هيطلع كده كله غلط في غلط. النقطة الأخيرة إن الدقة بتاعت يعني القيم ديت هي محل تساؤل شوية، يعني مش بقول إنها غلط يعني، لكن أكيد في مع الوقت القيم دي ممكن تتغير، أو ممكن بقى يبتدوا مثلا ياخدوا في اعتبارهم تأثير التسليح بشكل أو بآخر. دي ملحوظة بس بسيطة، وأتمنى إن أنا كنت يعني أنا أكون قدرت أفيدكم بالفيديو دوت، وشكرا جزيلا.